شمني، thank you شمسني. nothing يعني نقول لك كيف يومك؟ nothing يومي؟ هي عم تقولي شو سويت اليوم؟ شو سويت اليوم لما كيف يومك؟ كيف يومك؟ كيف يومك؟ كارولين؟ ربيت جاي بيبي؟ How was your day? Very good, الحمد لله. So good, so good. Okay. Who's with you now? My friend, Dabur. He is the translator. No, no translate, no translate. أنا يعني لحالي. By myself. I am here just. لا تنقلني غلط. تقدري تقولي لي لماذا انت متأذى ومتغاظة؟ كارولين، ثانك يو، ميرسي بوكو، وعيشك. هلا هاي هلا 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 ادهم وندى. اليوم ادهم وندى مع بعض. فاينلي فاينلي. هاي هاي ندى. هاي هاو ار يو؟ جود. شنو احوالك؟ لاباس؟ الحمد لله. انت لاباس؟ الحمد لله. تحكي تونسي؟ لا والله، زرت تونس مرتين او ثلاث مرات وتعلمت كم كلمه يعني بتونس. شو تعلمت كمان؟ السياره عندكم بتقولوا لها كهرباء. اها. ودقت الهريسه التونسيه. اي انت انس شو بتحب؟ الاكل الحار لا ابدا، ما باكل حار. بس الهريسة تونسية. قالوا لي إنه إذا ما بتاكل هريسة تونسية ما 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 أكل، ما دقت أكل يا زلمة. مع التونة هريسة، مع البيتزا هريسة، مع ال 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 مع كارونا في هريسة، فما قدرت مدوقة. بس طيب إيه؟ لا، الأكل السي فود بتونس رائع. يس، لهيك أنا أجيت على تونس، على الأكل مو على الشيء تاني. ندى وأدهم، والله أنا حبيناكم، حبيتك من أدهم. هذا الزلمة آدمي منيح، بحبك. سألته مبارح سؤال، ما بعرف إذا وصلك السؤال اللي سألته إياه. أنا سألته سؤال. شو هو السؤال؟ جيت قلت له سيد أدهم، ما عليه إلا السؤال يا سيد أدهم. إلا السؤال والجواب إذا بدك. إلا رح لك السؤال والجواب. أوكي. السؤال سألته، قلت له أدهم، ممكن بعد فترة نشهد زواج ندى وأدهم؟ إجا كان الجواب، قال لي والله ليك، طول ما العلاقة مستمرة بدها تاخذ وقتها بخير ومحبة، وهي أنا ما عندي أي مشكلة، لأنه إنه بحبك وبيعزك وكل هذا الحكي. والله ما حكى غير كل غير كل خير. فإن شاء الله هيك نشوفكم عريس وعروس ال 2024. يلا باخرتها اول 25. 24؟ لا لا لا. ليك قدام، انا امبارح سالتهم انت عمرك 26 سنه؟ انا رح صير 27. وندى 21. 22. 22. صرت 22، دائما بنسى انه انا صرت 22. وسالتهم امبارح للعالم سؤال، هو اللي بيختار الرابح؟ قالوا لي المخرج ومقدمه البرنامج. لا، بالتصويت. في تصويت. بس تصويت للمشتركين. مو تصويت جمهور. لا، التصويت الجمهور فزنا نحن 5-6 مرات. ايه والله. ايه، وهلا تصويت المشتركين مين رح يربح؟ تصويت المشتركين هلا ما فينا مين نحكي مين رح يربح، لانه ما وصلنا بعد للفاينل. اوكي. لسه بقينا 8 حلقات وخالص البروجرام. طب ليه ما بتبعت لي على الدايركت مسج مين ربح؟ ما بقول انا. معروف مين ربح. معروف مين ربح. انا مع... في واحد اسمه معروف. لا. عم بيكتبوا لي جيني وخالد رح يربحوا. لا، ما بنعرف بس ما فينا نقول. مين عم يبعث لك دعوات؟ ارفضي ثواني بس. انا عامله رفض لكل الناس. ما عم بحسن
في انا ما عندي حدا، بدكم فوتوا رابع نلعب جوله. انا رافضه كل العالم، ما عم بحسن انا على طول 20 ثانيه عم يطلع لي. انت ضايف عبود شي اناس؟ انا لا ماني ضايف حدا، بس بدك ما ماني عامل له فولو لعبود لا يطلع لي. عبود عبود مني مصدق انه قربوا الحلقه الاخيره قربت. انبسطتوا بهالتجربه ندى؟ والله انا الشغله الوحيده اللي انبسطت فيها ندى والله. حتى تتعب تتعب نفسيا تتعب. It's like سجن بس luxury سجن، يعني VIP سجن والله. بس هيك سجن وفيه مسبح وأكل ورفقات وانتو خلال تصوير عشتوا فيه لهذا المحل؟ Yes. ما فينا خلص حتى يخلص البروغرام. أوكي. يعني النام فيه مسحة. Yes. والله صعبة. كم شهر قعدتوا؟ كل واحد وكيفاش. انا اكثر من ادهم انه انا فتت، انا ما فتت من اول برنامج، فتت بنص البرنامج. طب كثير كيف اختاروا المشتركين على البرنامج؟ والله هي الشركه، يعني الشركه المنفذه هي يعني اللي رتبت كل الامور، ما كان حدا بيعرف حدا ابدا. طب انت كيف قدمت عليه للبرنامج؟ انا ما قدمت، الشركه تواصلت معي وعرضت علي الفكره. انا بدايه يعني صراحه بدايه رفضت الفكره، عم بلشوا هن تصوير بنص البرنامج، رجعوا تواصلوا معي وكذا ومدرسوا، اقتنعت والحمد لله انه اقتنعت ودخلت تعرفت على ندوس والحمد لله اشوف الدنيا كلها اسمه ونصيب مثل اسم البرنامج. صح. لكن الرابح شو بيربح؟ 30,000 دولار. بس مو قليل المبلغ، لازم اكثر نورمالي اكثر. بس هن كانوا شو راح يعملوا؟ كانوا راح يعملوا زواج، يعملوا لك زواج كامل الدفعات، و30 الف دولار لحد انت بتسافر يعني شهر العسل ولا ما بعرف شو، فهمت؟ شو كمان؟ بس هلا سيزون 2 بدون ايجنسي، هلا سيزون 2 يعني تيستينج وناس بتبعث وبيشوفوا مين احسن حدا. واللي بعرفه انه هلا سيزون 2 ما شاء الله يعني الشباب والبنات كثير 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 حلوين. بلشوا من هلا سيزون 2. اسم الله. بلشوا تصوير السيزون الثاني، بس ما بعرف امتى ممكن يعرضوا. ونفس المقدم ونفس المخرج ونفس كل شيء. نفس كل شيء. اصل نفس المخرج هو اللي عملها بالتركي وعملها بالاسباني. ليه ما كان ينباع لنتفليكس؟ ما بعرف، اي ثينك لما سالناه قال لازم اكثر من 100 حلقه. نحن وقت كنا بالبرنامج وصلنا يعني وصلنا لحلقات انه خلص هون تصوير، عم حكوا معنا قال بدنا نمدد شوي، قلنا لهم اوكي يعني ما في مشكله، قلنا لهم بس شو السبب؟ قال لانه كانوا على الهواء كلام المخرج، انا ما بعرف، والام بي سي حكيت معنا وقالت لنا احنا بدنا 100 حلقه عشان احسن ناخذ ال نعرضه عنا. على هالمبدا كملنا تصوير لل 100 حلقه على شاهد عم نحكي، لا على الام بي سي. ام بي سي. وانا اسف، انا بحب اسال شوي اسئله قدام، فيك تجاوب وفيك تقول لي ما فيني ما جاوب على هذا السؤال. انتم كمشتركين بقلب البروجرام مدفوع لكم تتجو ولا لا ابدا؟ مدفوع. اوكي اكيد، انه بالاخر تصوير يعني في ناس عندها شغل وقصه عادي عندها مع بعض ما فينا نفرقها. سو اكيد لازم، خاطر بالاخر تصوير هيدا يعني ما طب. شغل بالاخر. هلا اشتغلت الجوله؟ ايه اشتغلت. كيفك ندى؟ تمام والله، انت كيفك؟ شو اخبارك؟ نسكر الابلكيشن كله. ان شاء الله مالك نعسان اليوم؟ لا بلشنا. نعسينا بس قلت بفتح شوي قبل ما بنام مره ثانيه. اوكي ادهم شلونك يا؟ شلون انس شلونك؟ عبود هلا حبيبي. حبيبي والله الله يسعدك يا رب. عبود
مبروك ال 1 مليون، بس والله ما شفت والله عادي ولا توقعت ولا في ذاك ندى، والله انا بعرف شو انت والله في 1 مليون وان شاء الله الف مبروك وان شاء الله بتوصلي 10 مليون. خلص هون باركت لك هون على الانستغرام. ثانك يو سو ماتش. الله يسلمك. بس مسؤولية مسؤولية، تخيل مليون شخص يتابعك. والله كنت امبارح عم بحكي لهم بهذا الموضوع انه مسؤولية يكون واحد في ناس كثير بتحبه بصير اي كلمة محسوبة عليه. لازم يوصل رسالة حلوة للناس اللي عم تتابعه ويكون يعني يكون يعني هلا هن بمثابة انه انت عندهم مثلهم الاعلى يا قلبي انت انه عم يتابعوك، اي شيء رح تحكي رح بيكون بيأثر عليهم. لهذا الشخص مثلا نفترض عبود ما حبيتي رح تصير العالم تكره عبود أهدك. لازم لازم كثير الواحد يكون هيك متحافظ على اي شغله بده يحكي اي شغله بده يعملها. صح. حلقه اليوم حلوه ايه كثير حلوه بتجنن. شو تعلم عم بتعلم انجلش ادهم ولا لسه؟ يس برو واتس اب. انا ستحكي انجلش انت؟ فيري نايس. انا القصه تعلمت فرنسي، لا فرنسي ما تعلمت لانه بتعرف الفرنسي ويوناني يوناني وعربي يعني عشان هيك نسيتها. لك اسباني. لك انا بتعرف اني بحب ال 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 التركي بس يا زلمه صعب. والله سهله التركيه. بدك انفايرمنت. انت بتعرفي تركي ندى؟ اذا ما عشت ما ولا ممكن تحكي. انا بحكي تركي الماني فرنسي انجلش عربي. ما بعرف ليش حسيت انا ده ما بتعرف تحكي تركي. لا بتحكي تركي. هو التحكي بطلاقة ولا لا؟ اي طلاقة عندي البي 1 بي اينز بي اينز. انا ها يعني لطش كلمتين ثلاثة الماني عن جد؟ ما بعرف بس يعني بعرف هالو في جيتس ايش بين جوت اوندو ايه بعرف ما اعرف عن حالي ايش بين انا الزيتون ايش بش ايش ايش لبدش ايش في كم شغله بس بدي اصفهم فيهم يعني لاقولهم لانه انا ايش لبدش اختي عايشه بالمانيا وصهري الماني بيحكوا الماني فبسمع الحكي تعجبني كثير انا لما بيحكوا نفهمهم بس لما بدي انا احكي لك عندي فعل وفعل ومفعول به بس لا صعب بس لما بيحكوا بفهم كثير حتى التركي. انا بدك تسمعيني بالفرنسي. تحكي فرنسي؟ tu parles français؟ je parle français comme les oiseaux. comme les oiseaux. شو شو ما فهمت. انا بالفرنسي صفر. ليك بالفرنسي بفهم بس الحكي يعني بحكم اني عايش بلبنان فهون بلبنان بيحكوا ثلاث لغات بطلاق العربي انجليزي فرنسي. الانجليزي تطور معي بخلال السفر والحياة الشغل وبنتي والحياة الطبيعية فالانجليش صار عندي مثل مثل العربي بس الفرنسي انا مرتي بتحكي فرنسي هي درست لانه بالاساس فرنش. انا هون بلبنان يعني بعرف الدارج اللي بيحكوه لعامة الشعب بس انه بفهم بالفرنسي اذا بتحكي قدام فرنسي بفهم شو عم تحكي بس الحكي الاكسنت هي الصعبة. يس صعب هو اصعب شيء اصلا ليك مو مثل الفرنسي اللي احنا بندرسوه مو مثل لما رحت على فرنسا بيحكوا اسرع. ايه انا رحت على فرنسا بتونس ما فهمت الفرنسي اللي بتحكوه بفرنسا فهمت. ولا لانه احنا الفرنسي تبعنا هيك صعب او خصيصا بتونس اذا بتسمع اثنين توانسي عم بيحكوا مع بعض ولا ممكن تفهم حرف. تونس غير الجزائر انسى تفهم. ايه المشكله انه بتونس حتى عملت مقابلات في تونس نحكي بالتونسي لازم نحكي بالتونسي في المقابلات اللي عملنا في الراديو وبيجي ادهم بيقول لي انت عم تحكي عني شو على شو عم تحكي ما عم بفهم ولا شيء. ندى عملنا مقابله امبارح انا قلت لها بعت لها مسج حبيبتي معلش ترجمي لي المقابله انا ما فهمت شيء ابدا بس انت عم تحكي تونسي وفرنسي واجنبي وانجليزي كوكتيل يعني انا حضرت المقابله مرتين عملت هيك اشارات استفهام صار يطلع ما فهمت شيء. ايه اللهجه التونسيه هيك صعب صعب اللهجه التونسيه هي عم تحكي اللهجه البيضاء عشان طلعت على تونس ولا لا بالضبط سوسو لا لسه يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نهار اذا كنا ب نحن حتى بتونس ولازم تجوا على تونس تشرفونا
تجوا تحضروا شي حفله بدونك قرطاج مثلا، اذا بتحضروا قرطاج يا بيي والله على قرطاج احلى مسرح في العالم. ايه نعم مزبوط، مش عادي مش عادي. رحتي على حفله نور قمر او ما رحتي؟ قالت لي تعالي نور قمر بس ما بعرف نسيت ولا نسيت. ليك صار عندك مليون وتكبر، قلت لكم انه انا لازم تحكي هيك عادي يعني ندى عادي. لحظه والله بتشكرها كثير. سكتت نسيت هون. انا بنام بنام ما فيني اروح اسهر ولا والله نتعب نتعب. هي عندها كلام الليل مو النهار، يعني تحكي بالليل تنسى بالنهار. يس بس خليني اشوف، اي ثينك لسه السهره تبعها مو ما مرقت، اي ثينك لسه انا بعرف ب 15 الشهر. عن جد سلمني، صار صار لها خمس ايام ما راح اليوم 20. جوله اخيره قبل ما اقول لكم تصبحوا على خير. تعالوا يس مي تو، خليني نشوف نور قمر يا رب ان شاء الله تطلع اليوم ولا بكره. 26 عم بيكتبوا ندى راحت عليك. 26 26 الحمد لله يا ربي والله يحرم عليكم. 26 8 ندى بس ما ترجعي تنسي. واضح بكره رح اروح اخذ التيكت. يا ربي بس انا جيت على اسطنبول ولا لا؟ صار بالسنه موسم صح؟ اسطنبول لا ادهم. شو هاد قرطاج؟ قرطاج مسرح بتونس بيعملوا فيه حفلات. أوكي. وين نسكن في قرطاج؟ قرطاج؟ بيتنا بقرطاج. قرطاج هي العاصمة تبع تونس. أنا إذا بدي أفكرها لندى يعني قبل ساعتين من الحفلة عشان تتذكر، إذا فكرها قبل خمس ساعات بتنسى. صح. عشان تروح. يا ريان حبيبي، قالوا لك إيه؟ ليش ما عرضوا قصة جوجو بالحلقة؟ نحكي لهم إياها، قلت لهم رح أحكي لكم إياها. رح نمثلها مرة أخرى. اي مصطفى تقدري تقولي لي انت متغاظه ومتنه